شلونك حال شباب؟ معكم شركياش كيكي جاركم فيديو جديد. طبعا شباب، اول شيء اسف على السحبه، شهر كامل ما حملت فيه ولا فيديو، ولسه ما راح ارجع نفس اول. راح ارجع على القناه ان شاء الله، من هالفيديو راح ارجع على القناه بس مو نفس اول. راح تعرفوا ليش بالفيديو القادم، الفيديو ان شاء الله اللي بعد هذا اللي راح احمله بعد هالفيديو، راح اشرح كل شيء صار معي الشهر الماضي. الشهر الماضي كان اسوأ شهر امر فيه بحياتي كلها، مو بالسنة ولا بسنتين، لا بحياتي كلها، معني تخرجت من الجامعة وبعدين صارت معي كل هالمصايب. فراح اتكلم عن كل هالاشياء بالفيديو القادم، لانه فيها اشياء ممكن بعضكم يتعلمها ويتجنب يصير معاه اللي صار معي. راح اشرح الكلام كله بالفيديو القادم. بهالفيديو راح نجرب مع بعض لعبة ببجي لايت الجديدة. تكلموا معي شركة ببجي، تعاونت معهم اكثر من مرة قبل، سويت كثير فيديوهات معهم. قالوا لي انه نزلنا نسخة ببجي لايت، قلت لهم شو الفرق بينها وبين اي لعبة ببجي ثانية؟ قال هالنسخة موجهة للناس اللي جوالاتهم تعبانة. فعليا هالنسخة تشتغل على اي موبايل اندرويد ضعيف، ان شاء الله عندك موبايل سامسونج شاريه 200 ريال، تشتغل عليها اللعبة وتشتغل بشكل كويس، ما في اي لاج، ما في اي تأخير. طبعا الرسومات راح تكون نازلة بس ما راح يأثر على اطارات اللعبة او على تجربتك للعبة. اللعبة حاليا فيها 60 لاعب فقط عشان يخلوا الجهاز يتحمل. لعبة فينك تحملها بذاكرة 1 جيجا بايت فقط، وتحتاج ل 500 ميجا بايت سعة تخزين. ولو موبايلك مرة ضعيف فينك تفوت على اللعبة وتعدل كمان بالرسومات، تخليها يعني تخليها اسوأ مشان تلعب بفريمات اعلى. ففعليا هاللعبة موجهة لاي واحد جواله تعبان، فينك تلعب ببجي بكل راحة. موقع تحميل اللعبة وصفحة اللعبة على الفيسبوك العربية موجودين تحت بالوصف. وحاليا راح نلعب مع بعض اللعبة، تاخذوا فكرة سريعة عن اللعبة، راح تشوفوا انه ما في اختلاف كبير بينها وبين نسخة الموبايل العادية، فقط رسومات اقل بشوي عشان الموبايلات الضعيفة تشغلها بشكل كويس. فيلا خلينا نروح ونلعب مع بعض. اوكي شباب، الى الان بكل صراحة مالي حاسس باي فرق بينها وبين لعبة ببجي الموبايل العادية، نفس الرسومات نفس كل شيء، مع انه هاي الببجي لايت المفروض تكون اسوأ لانها خفيفة تشتغل على كل الاجهزة. ايه حلوة الصراحة. خلنا نقفز. اوكي ما شاء الله علي، نزلت في المي. حلو شوت جن، ما ادري صراحة اذا قوي او لا. شرب طاقة، لا بين كيلر هذا ما راح يفيدني صح؟ اوه خوي قاعد ينضرب. هاي 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 قاعد يعمل دروب شوت. انا ما عندي امو، ما عندي امو صح؟ شو قاعد يصير؟ قتلوه الشباب. انا ليش ما كان قاعد يطلق؟ قاعد يسوي له تيباج هذا ولا يلوت؟ لا شكله قاعد يلوت. اوه في ناس. هيا القم، هيا القم. ايوه يلا ما يكون بوت. فنشته وقاعدين يدمجوني من ورا. ألبوم 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 ألبوم، والله الايم يا شباب طاير. اوه الزون 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 الزون. اوكي الزون هون يشيل شوي شوي، مو نفس الزون بكول اوف ديوتي وورزون. الوورزون كول اوف ديوتي لو ما عندك قناع انسى، ثواني تكون رايح فيها. اطلع من الدائرة، خلنا نهيل. ترى شباب انا عندي عادة اللي هي كل ما اسحب على، اوكي كنت ابي اقول كل ما اسحب على اللعبة وارجع افوز باول جيم، بس شكلي راح اموت والله. وين قاعد يطلق علي؟ ايوه ليك ليك ليك. يلا قولوا لي هذا بوت اسمه فيلبينو. فيلبينو مين البوت اللي هيكون فيلبينو؟ نقدر نلوت على السريع. شو عندك لوت يا اخوي؟ شو عندك لوت؟ سريع سريع سريع، هات هات، جيب 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 جيب. والله الفريق اللي معي داعس.
ما قاعد اشوف غير لقد قتل زميلك بالفريق مدري. وانا داعس يا عيال والله وانا داعس. هذا بوت هذا بوت هذا بوت تشارلي. لا كيف واحد اسمه تشارلي بوت؟ نعم نعم نعم. مين قاعد يطلق؟ هذا بوت يا اخي. مين قاعد يدخل ضد بوتات؟ طيب هو شباب لو واحد ما لعب اللعبة فترة طويلة ورجع يدخلها مع بوتات، لانه قاعد اشوف كل اقيامي مع بوتات ما شاء الله. وباقي باقي باقي ثلاث اشخاص، باقي ثلاث اشخاص بس. ريلود. او لا ليك. اوه وين؟ على الاغلب كانوا ضدنا بوتات، الحين بالكومنتات كلكم تكتبوا بوتات، بس المهم وين، المهم وين. فا ايه والله مثل ما شايفين يا شباب اللعبة شغالة بشكل، اللعبة شغالة بشكل جدا 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 كويس. يعني هاي اللايت، هاي النسخة المفروض تكون ضعيفة، يلي الوضوح فيها تعبان، يلي مدري ايش، بس لا والله قال اشوف يعني الملامح اوكي ما هي خرافية بس تمشي الحال. والحلو انت تشتغل على اي موبايل، يعني مهما كان موبايلك ضعيف راح تشغلها طالما في اندرويد. يا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم هالموبايل قاعد العب عليه انا، موبايل اندرويد. اتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر لايك، وشكرا بالتعليقات اراكم هل تلعبوا اللعبة او لا، وشو قاعدين تلعبوا هالفترة. وبس كان معكم شركيات، شركة كشكم دي هالتاني ان شاء الله. مع السلامة.